يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول أنا من بلاد المغرب العربي وأسكن هناك، والغالب على الناس في مدينتي أنهم يصرفون العبادة لغير الله، والإسلام عندهم هو تعظيم القبور والبناء عليها والذبح لها والاستغاثة بها. سؤاله يقول: والحال هذه، هل يجب علي التحري في الذبائح التي تباع في الأسواق؟ وإذا قدم موتى من أهل البلد، فهل يجب علي أن أسأل هل هذا الميت كان على التوحيد أم لا؟ الذبائح إذا كان في البلد من يذبح بالطريقة الشرعية وهو من أهل التوحيد، تحمل هذه الذبائح على أنها من ذبح الجاهل، تحملها على أنها من ذبح الجاهل. أما إذا كان متيقن 100% أو يغلب على ظنه أنها من ذبح القبوريين فلا تأكل منها. والصلاة إذا لم تعلم أنه يعني في عنده شيء، إذا لم تعلم فالأصل سلامة، صلي عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ: لا تسأل عنه، يرجع لك أنت. إذا أنك تعرف عن الشيء من الشرك لا تسأل، إذا ما تعرف عن الشيء فالأصل السلامة.